قلت اعطوني الدراسات الاستراتيجيه نتاع الاستشراف. لقيت يمكن 50 تيم نتاع دراسات استراتيجيه في البيئه والاستشراف. اخدم لاس لو طون بو لو طون. دونك عندنا عديد من الذخائر الكبيره موجوده au niveau conceptuel, mais au niveau de la pratique, il faut qu'on... Ça, c'est une... How smart on est, je trouve la ligne. On est des mauvais communicateurs, alors qu'on a le trésor dans nos... C'est nid. Le physiologue de Médanie, le chef de banque de Ginette, c'est de Kif-Kif, il est classé 7e mondialement. Il faut beaucoup de recherches, beaucoup d'études. Il donne beaucoup d'expertise quelque part ailleurs. Cité, Tourio. Il y a vraiment des bonnes administrations. Encore faut-il qu'il y ait beaucoup de communication. Nous sommes dans Fiasa de communication. Celui qui ne communique pas, je ne suis pas un technicien pour rentrer dans les détails, ou la Knachtles ou la Arab en Acharia Mena, ou Mouzoud en Tébède, ou en Achtawazou, ou en Lélé, c'est pas attaché à Machroa. Machroa Loulène, il est potent pour le Mouchat Chemsi, le plan solaire. Allez, le plan solaire. Tarfoun Toumataka, Tawal Tchilel, la Acharia El Farta, du Mouad, il s'est face à Wahid Fimriya. Ou Bittawez, il y a un Nisbe, le Mouad, il s'est dit, Tana, Mouad, je parle Mouad, Badjawis, Tesa face à Sata Fimriya. Donc, il y a une discordance, mais bien deux indicateurs. Quel talent me raconte-t-il de Sanoët Farta à la taque classique, le gaz ou le pétrole? Où il y a 75%. Alors que taque me jette, la production du moins taque carabéa, me trouve une espèce de 7%. Où c'est avec taque et taure Sanoï, une espèce de 7%. Pour le télé, il y a un moustaoua, Marta. الكونسوماسيون. نسبة العجز الطاقي في الميزان التجاري تقدر ب 26%، معناتها 4 مليار دينار، سي امبورتون في ميزانيات كيما تونس. ولذا نحن لا ننتج محروقات، محروقات اللي قاعدين نجيبوا فيها 49% فقط حاليا، ونقوم باستيراد المحروقات هذه بالعملة الصعبة. وارتباط الميزانية بالدولار أو طلعها وضعت اليوم 65 غدا ما سي با كومبيان شفاي والحال أنه عندنا طاقة مستدامة هي الشمس فاطمة هذاك علاش فكرنا في البلان سولير اللي قدام بلان سولير بيان سور في عديد من الطاقات الجادة الطاقة الهوائية اللي للبيان الطاقة الشمسية الطاقة العضوية البيوماس ولا الطاقة الشمسية الحرارية بطبيعة الأوبجيكتيف بتاعنا في هذا الكل هو انه بلوغ 30% من الطاقه المتجدده دسي 2030 باش نجموا نخفوا هذاك سيتي نوتر اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف نتاعنا هو التحول من 3% حاليا الى 30% من الطاقه المتجدده. المشروع نتاع الكلفه نتاعو قرابه 15000 مليار 5320 مليون دولار. والوضع الحالي كما قلت بكري اون ا بو افونسي او موان timidement, fait nos engagements à la 500 mètres de l'ESMA, de la واللي هو باش يمكن في الحقيقه 800000 عائله من الانتاج الكهربائي في حدود 2030 قرابه 4 ملايين مواطن انتاجه باش يكون معناتها بالطاقه اللي كنت تذكر فيها متجدده وخاصه العائلات اللي تستهلك اقل من 100 كيلو وات في الشهر وباش تنتفع العائلات هذه وقت ان شاء الله يتعمل المشروع هذا بدعم ما بين 70 و80% من سعر التيار الكهربائي بلوتو الطاقة المتجددة. بدينا بمشاريع نموذجية صديقة للبيئة في 2019 في صفاقس وش تعمل ربما في 5 ولايات باش نركزوا في اللحظات الشمسية. الدعم يجي من الصندوق الانتقال الطاقي باش يمول المشروع هذايا
وبالتالي عنده هدف آخر هو التخفيف على البيجي ريدكسيون دو بيجي، وكذلك العائلة تكون في رفاه. هذا بعجالة المشروع الثاني. جو تيرمين افيك دو زوتر بروجي سي سامي بوكيغالي في بروجي سي. الفيشة الثالثة سي لو بومباج دو توربيناج، الطاقة اللي تم تبذيرها. المشروع هذا هو إعادة خزنها ستوكاج دو سيت انرجي هذه. البارك اللي قاعدين معانا فيها سنويا 34 مليار، سي امبورتون. رجع المياه هذه إلى السدود الأصلية نتاعها واستعمالها فيما بعد لإنتاج الطاقة، الستيل نتاع واد الملح اللي قاعدة تصير فيه العملية هذه. سي لا شوت بو فير معناتها لي تربون للرومان ويكري الطاقة. مثال صغير، أنا في سويسرا يحكوا لي البارح، يقولوا في سويسرا على شات الطاقة نتاعها في الليل من الدول المجاورة من فرنسا ولا غيرها، باسكو إلي موان شير بور ريتوليزي الماء نتاعها في النهار. فو زافي فيو كومون لي زوبيراسيون سو فون أونتر بيي، ألوغ كو إحنا السود نتاعنا أوني با أونكور أريفي أسو نيفو لا. الفيشة اللي بعدها شنو هي؟ الإفكاسية إنرجي. إفكاسية إنرجي سي أن بروجي، التحكم في التوزيع نتاع الطاقة من خلال الشبكة الذكية سمارت جريد. وهناك معناتها تركيز فقط 400,000 كونتور انتليجون، وكذلك الضغط على استعمال وتوريد التجهيزات المستهلكة للطاقة، الثلاجات اللي من صرف حذفها من صرف 4 إلى 8 اللي هي بوجيتي بروف الإنرجي وماهيش الإنرجي بروف، وكذلك لي زانترفونسيون أو نيفو دي كونستركسيون إيكولوجيك، إيزولاسيون تيرميك، واللي هي زادا سي تري امبورتون كوم بروجي. الاكسبيريونس دار في صفاقس، وهناك 65,000 مسكن سواء قائمه او في طور البناء باش تكون معناتها في الاطار هذايا. كذلك فيها دعم معناتها ب ان كريدي دو 2400 في اريزون 5% دانتيريس شو سيت اني. وهذايا البروجي هذا يمكننا من الاقتصاد في الطاقه ورابط 20% في نفس الوقت ثم الترفيه. والدولة بار كونسيكون ال دو مينو تخفض في الدين نتاعها بدون صندوق الدعم نتاعها واللي يخف. دونك يا دي زوبجيكتيف ديفيرون. اخر بروجي نقدمو يورا دوتر بروجي بليز انتيريسون هو النقل الحضري. النقل الحضري تعرفوا من حدود 1970 حتى السبعينات كان النقل العمومي يبرزون 70%، والنقل الخاص 30%. maintenant nous sommes dans une situation inverse، 97% نقل خاص و 3% نقل عمومي. donc vous avez vu معناتها l'écart اللي صار. النقل هو معناتها je dis كونه ربما اكثر من مصادر التلوث في القطاعات الكل. النقد هو سي لو تروازيام، هو المصدر الثالث نتاع الانبعاثات الغازية بعد الصناعة وإنتاج الطاقة، السيمونتورية وغيرها. بالتالي لهنا الأوبجيكتيف نتاعنا هو تطوير النقل الحديدي، تطوير مشاريع الشراكة من القطاع الخاص، إدماج السيارات الكهربائية اللي هي بوتيتر ديسي 2025 ياتر لادي دون، وسيوفر 13% من استهلاك المحروقات. Donc ce sont des projets qui sont des réducteurs des émissions, mais en même temps ils sont en train d'aménager tous les territoires de leur affaire en Tarsa. عديد المشاريع الأخرى نذكرها عرضا مانيش متعرض لها، مشاريع تم الواحات، والواحات هذوما كينا مع البنك المونديال في مشروع كبير، ولكن رينا أن الواحات هي من المصائب فريتو من المساحات الكبيرة اللي ما تخصناش احنا كتونس برك. وعقدنا جلسة مع في كوب 24 مع الخيام من موريتانيا ومن المغرب ومن الجزائر ومن ليبيا ومن مصر، وكان الاتفاق أنه السنة في كوب 25 نقدموا مشروع كبير على الواحات اللي هي الصد الأخير نحو التصحر مقاومة التصحر هو الواحات. والواحات سي سون لي ديرني فوري دون لو موند اللي موجودين خاصة في السبزاريان تاعنا في شمال افريقيا من الوطن. Donc il faut le sauvegarder. C'est un autre type